إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ونحن في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تتضاعف الحسنات، ويجزي الله عز وجل عباده بأوفر الدرجات، فينبغي علينا أن نستحضر معنى عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يعاملهم بالفضل والجود والكرم في الطاعات، ومن عدله سبحانه أنه يعاملهم بالمثل في المعاصي والمحرمات، فلا يظلمهم ولا يبخسهم حقا كان لهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا. وجمع سبحانه وتعالى بين الفضل والعدل في قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عباد الله، وفي القرآن آيات كثيرة تثبت هذه المعاملة الربانية لعباده، فما يعملونه من خير يجازيهم ربهم سبحانه وتعالى بأكثر مما عملوا، وإن عملوا شرا جازاهم بما عملوا، ولا يظلمهم شيئا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. عباد الله، وكل عمل يعمله العبد من حسن أو سيء فإنه يعود عليه ولا بد، وقد دلت آيات كثيرة على ذلك: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومن معاملة الله تعالى للمحسنين بالفضل وللمسيئين بالمثل أن كل عابد يتبع ما عبد يوم القيامة، تشريفاً للمؤمنين باتباعهم لربهم سبحانه حين عبدوه، وعدلاً مع المشركين حين عبدوا غيره. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس،
ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها سافعوها أو منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وفي إرضاء الله تعالى يا عباد الله، وفي إرضاء الله تعالى أو إرضاء الناس، تكون معاملة الله تعالى للعبد بحسب الرضا الذي يطلبه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذه المعاملة الربانية للعباد بالفضل أو بالمثل يا عباد الله، ليست مقصورة على العبادات المحضة التي بين العبد وبين ربه سبحانه، ولكنها تتعدى ذلك إلى معاملة العبد للخلق، فمن أحسن إليهم جازاه الله تعالى بإحسانه إحسانا، ومن أساء إلى الخلق جازاه بما يستحق، سواء عجل له ذلك في الدنيا أم أخره له في يوم القيامة، وسواء انتصر المظلوم من ظالمه بالدعاء أم لم ينتصر، فإن حقه لا يضيع حتى لو كان كافرا أو منافقا أو ملحدا، وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى، لعموم قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ودلت أحاديث كثيرة على مفردات من الأعمال بين العباد يجازى عليها العبد بحسب معاملته للخلق، فمن خذل مسلما خذل، ومن نصر مسلما نصر، ومن ولي شيئا من أمور الناس عامله الله تعالى بحسب معاملته لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، ودعاؤه مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به وارفق به. ومن أحب أولياء الله تعالى والاهم أحبه الله، ومن أحب أولياء الله تعالى ووالاهم أحبه الله تعالى ووالاه، ومن أبغض أولياءه وعاداهم أبغضه الله تعالى وعاداه. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، رحماء للخلق سعداء في الدنيا والآخرة، ووالدينا وأهلنا والمسلمين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى
واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عباد الله، ينبغي علينا ان نستغل ما تبقى من شهر رمضان بالإكثار من العبادة والطاعة، وان نصفي القلوب، وان نحسن الى انفسنا بالتوبة النصوح، وان نعود الى ربنا تائبين منيبين، ونسأله ان يثبت قلوبنا على الحق، انه على ذلك قدير. ثم صلوا وسلموا على من امرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد امركم الله بذلك فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين، وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم اجزهم خيرا عما يقومون به من خدمه لهذا المركز، ومن خدمه للاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجزهم خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصالح اعمالنا. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين نؤمن به وبجميع الرسل عليهم السلام، موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين. TGN، la chaîne de votre rêve.